السلام عليكم. قبل 3 أيام تقريباً نكون أتممنا السنة السادسة من الحرب في أرض سوريا الغالية التي تعلمنا منها أعظم درس يتلخص في ما هو آت. اسمع أيها العربي الحر، لا يوجد في بلاد العرب ثورات ولا تظاهرات حقوق ولا نضال. لا أحد يخدعك، أنت ضحية الفقر ودرع الحرب الأول. أن تنام وأنت تملك نصف حقك تحت سماء عارية آمنة خيراً من أن تنام مشرد تحت الرصاص والقصف ولعنة الحرب والطائفية والتفرقة في سماء تجتمع فيها قذائف حزب واحد وطائرات حزب اثنين، وتمطر عليك سماء الأحزاب ناراً، السياسيين والعملاء على أقرب طائرة ويضمنون لجوء سياسي أو حماية دبلوماسية. أنت من خدعوك للإنقلاب ضد وطنك بغية حق أو نصر، فقتلوك وأهلك ووطنك وحلمك وربحوا هدفهم السياسي العفن. السنة الأولى صرخوا فلتحيا الثورة السورية وليحيا شعب سوريا العظيم المناضل ويا حما حنا معاك إلى الموت. راحوا وراحت حما وحلب وهيبة الشام مثل ما ماتت قبلها العراق بخدعة السنة والشيعة وظلم حكومة صدام. طبعا والموضوع كله عبارة عن أقوال سياسية وأهداف مخرجاتها جثث المسلمين من كل صوب. من يجندك ضد وطنك أركله بحذائك، الله يشدد على يديك. لكم في الموقف التركي مثال رائع، سني شيعي مسيحي طوائف متفرقة خرجوا جميعا وضربوا بيد واحدة ضد الانقلاب العسكري. إلا وطنك، إلا الوطن، كلنا نطالب بحقوقنا ضد الفقر ضد التهميش ضد الفساد، لكن مطالب الترفيه الوهمية والانقلابات وإسقاط الولاية وكسر حصن العائلة وقيمة المجتمع وتأجيج الطائفية تحت سقف وطن واحد يقودها دعاة الفتن والحرب الذين يقتلون خارج البلاد خارج حدود وطنك ويجعلونك فتيلة الحرب والحرق في الداخل. أبقي الوعي حي، إلا وطنك، حريتك، أمنك. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشتري.